منذ افتتاحه في عام 1970 من القرن الماضي، وهو يقترب الآن من عامه الخمسين، كان المصرف الزراعي فرع الجفرة والكائن بمدينة هون بابا ونافذة مهمة جدا لتمويل العديد من المشاريع الزراعية بعموم مدن وواحات بلدية الجفرة، خاصة وأن المنطقة تزخر بنسبة مرتفعة من السكان وتتميز جغرافيا كونها أرض صالحة للزراعة، الأمر الذي شجع وما زال يشجع عديد المواطنين لإقامة المشاريع والحقول الزراعية بدعم متواصل من هذا المصرف. المصرف الزراعي افتتح طبعا سنة 1970. خلال هذه الفترة حقيقة مررنا بعدة مجالات حقيقة، نذكر منها على سبيل المثل الحصر، حاولنا تقديم القروض الزراعية بأنواعها الثلاثة، الموسمية والمتوسطة والطويلة. المصرف بعد كل هذه السنوات التي أمضاها في مقره السابق والقديم في أحد المنازل الشعبية المحورة بقياسات مصرفية بسيطة بأحد أحياء مدينة هون، ها هو ينتقل اليوم بكامل مكاتبه وموظفيه إلى مقره الجديد والذي جهز تجهيزا مميزا يتلائم مع المواصفات المصرفية ويتيح مكانا أرحب وأوسع للموظفين وكامل الأقسام والمكاتب. اليوم موجودين في جفرة في مدينة هون لحضور افتتاح مقر المصرف الزراعي فرع الجفرة الجديد. أشكر عميد البلدية وأعضاء مجلس البلدي وعيان وحكماء جفرة، وهذا المقر افتتح بإذن الله حيكون خطوة لتقديم الخدمات الخاصة لعملائنا ولزبائننا. حفل افتتاح المقر الجديد بالمنطقة الإدارية بحي السوازي أو المجاهد بمدينة هون شهده لفيف من أعيان المنطقة وقدام الموظفين بالمصرف، والذين كان الحفل فرصة لتكريمهم والتقاطة ثمينة انتهزها المسيرون لهذا الفرع، فكانت احتفالية مفعمة بلفتة كريمة تجاه من بذل قصارى جهده في إثبات عمل هذا المصرف حتى أصبح واحدا من أهم المصارف في المنطقة، وكذلك حفلا لإشهار المقر الجديد بدماء شابة مقبلة على الحياة بروح العمل والنشاط خدمة لأهل المنطقة وقاطنيها.